بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لاسم التجربة، اسم التجربة الكور افكت، ودي تجربة أول جزء في تجربة الالكتريك ترانسفورم، تجربة المحول الكهربي. ده بندرس فيها ايه؟ بندرس فيه الهدف منها ان انا ادرس تأثير تغيير شكل الكور على اداء الترانسفورمر. تمام؟ بالنسبة لمكونات التجربة، عبارة عن عندنا المحول الكهربي في البداية هو جهاز بستخدمه لإما الرفع الجهد لإما الخفض الجهد. طب هو عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن كور، الشكل اللي قدامي ده كده عبارة عن كور، وهنلاحظ ان الكور اللي قدامنا ده كده ان هو مجموعة إليمينيتد، عبارة عن شرايح من الحديد ومتجمعة مع بعض بايه؟ ببرشام. ليه؟ علشان يقلل لي الإيديكات، تمام؟ اللي هي التيارات الدوامية اللي هتتكون. الحاجة التانية من القلب دوت ايرون كور، قلب حديدي. ليه؟ لان الحديد بيعمل لي كونسنتريت للايه؟ للماجنتيك فلوكس، لخطوط الفيض جواه، فما يحصلهاش تشتت فبيقلل اللوسس. فالمكونات اول حاجه زي ما احنا شايفين الكور، الكور ده له اشكال، الشكل اللي قدامنا ده كده كلوزد. طيب لو انا شلت الجزء اللي فوق هيتحول لي اليو شيبد. طيب بعد كده الشكل الثاني ان انا رد استخدم ده بس ان هو يربط لي ما بين الملفات الابتدائي والثانوي. بعد كده بخلي الوسط اللي بينقل لي ما هوش ايرون، بخليه اير. يبقى انا عندي اربع اشكال، لا اما كلوزد، لا اما يو شيبد، لا اما رد، لا اما اير. طب بتعامل معاهم ازاي او بثبت عليه الملفات ازاي؟ الشكل اللي قدامنا ده هو شكل، هو اسمه الكويلز. ده الملفات اللي عندي عباره عن ايه؟ سلك من النحاس ملفوف وفي طرفيه اللي بوصل بينهم الاسلاك. ببدا ان انا اثبت مجموعه من الكويلز في اتجاه ومجموعه تانية في اتجاه تاني. طيب هما لهم نفس الاسم ولا في فرق؟ في فرق، ان في كويلز فيها اسمها برايمري كويلز اللي هو الملف الابتدائي، وفي سكندري كويلز. ايه اللي بيفرقهم عن بعض؟ ان اللي في اتجاه المصدر اسمه برايمري كويلز اللي هو ملف ابتدائي، اللي في اتجاه الحمل او اللي في اتجاه اللود او الخارج بتاعه او اللي في الناحيه الثانيه من المصدر اسمه سكندري كويلز، الملف الثانوي. طيب الحاجة التانية اللي بستخدمها ان انا عاوز اي سي باور سبلاي، واحنا بنستخدم عندنا لو فولتج باور سبلاي، جهد قليل. ليه؟ علشان بروتكشن، عشان الحماية، عشان قصدي عشان السيفتي، عشان الامان. لان انا مش هروح استخدم الكهرباء اللي جاي لي عادي سلكين 220 يكهربوا ايه اللي هيشتغل. فانا بشتغل بباور بلو فولتج باور سبلاي. فايدة المحول ده ان هو بيغزل الدايرة بكام؟ ان هو بيعمل لي ستيب داون، بيقلل لي الجهد اللي جاي عند ال 220 بيقلله لي ال 15 فولت ل 9 فولت، زي ما ايه؟ زي ما المحول ده بيكون الخارج بتاعه. فببدا ان انا بعد كده علشان نقيس الجهد اللي انا بقيسه هنا اي سي مش دي سي، لان فكره عمل المحول مبنيه على قانون فاراداي اللي هو لو انا عندي كويل زي ده كده ملف قطعه فيض متغير مع الزمن بيبدا يتولد لي ما بين طرفينه انديوس دي ام اف. طب لو انا استخدمت جهد دي سي هيبدا ان الجهد ده ثابت، فهيبدا يولد لي فيض ثابت، فالتغير بتاع حاجه ثابته مع الزمن هيبقى بزيرو، فمش هيبقى يعمل لي انديوس اي ام اف. ببدا بعد كده هنشتغل عند اربع انواع. اول شكل ده كده بالنسبه للشكل اللي قدامنا ده شكل الكلوز. بعد كده بشيل الجزء اللي فوق يبقى كده يو شيبد. بعد كده باستخدام الكويلز دي بخلي اللي رابط ما بينهم او اللي بينقل الفيض رود، الشكل ده كده توصيل الرود. بعد كده بشيل الجزء ده خالص يبقى اللي واصل لي هنا وبينقل لي الفلوكس ده اير، وابدا اوصل السلوك بتاعتي. سواء السلكين هنا اللي جايين من المصدر يبقى ده برايمري، واللي خارج لي في الاتجاه الثاني ده السكندري. وابدا ان انا اقيس. بالنسبه لقيم الترنز ريشيو احنا قلنا ان المحول بيستخدم لا اما رفع الجهد او خفض الجهد. طيب لو انا مستخدم الترنز ريشيو متساويه مفيش اي تغير فيها، هلاحظ ان هنا الترنز ريشيو ده ب 200 وده ب 200، فلما اجي اقسمهم على بعض الاقيها بواحد، يبقى انا هنا ما بقى ايه؟ ولا بعلي الجهد ولا بقلل الجهد. كل اللي انا عاوز اعمله بس عاوز اشوف لو انا دخلت هنا 5 فولت هيخرج لي هنا 5 ولا هيخرج لي اقل، بحيث ان انا اشوف تغيير شكل الكور ده على اداء الترانسفورمر عامل ايه؟ هل الاربعه زي بعض ولا في شكل احسن؟ وطبعا زي ما نشوف دلوقتي هنلاحظ ان شكل الكلوز هو افضل شكل. طيب بالنسبه لشغل العملي للتجربه، ببدا ان انا اوصل الطرفين دول هنا كده
وعلشان اقيس الجهد ما بين النقطتين دول وصلت طرفين الافو وبعدين طرفين المصدر. تمام. وده عباره عن الجهاز اللي على اليمين ده اللي هو ده اسمه ديجيتال مالتي ميتر. ده بيستخدم لقياس ايه؟ مالتي ميتر يعني اكتر من ايه، بيقيس اكتر من ايه، من حاجه، ماهوش ايه بيقيس جهد واحد، جهد بس او كارنت او ريزيستنس. فهنلاحظ ان موجود عليه جزء هنا للجهد والجهد الجهد الثابت، وهنا الجهد المتغير، والكارنت برضو المتغير والكارنت الثابت، وبيقيس المقاومه. ممكن اقيس بيه اي جزء الترانزستور مثلا. تمام. فانا هنا عاوز اقيس جهد ثابت ولا متغير؟ عاوز اقيس جهد متغير، فببدا ان انا اثبته. طب احنا ثبتناه عند 20 ليه؟ احنا لاقيين ان القيم هنا، القيم هنا هتكون اقصى قيمه اللي خارجه لي من هنا لما نيجي نطبق عليه جهد، هنلاقي ان هي 15. لو هي اكتر من 20 هنبدا ان احنا نعدله ايه، نعدل الرينج بتاعه ال 200. طب لو هو اقل، لو بيقيس مثلا 1 فولت او نص فولت، ممكن ايه اظبطه على 2. تمام. فما ينفعش مثلا انا اقيس قيمه 15 اقيسها على 2، الاثنين ده اللي هو الابر ليميت بتاع الرينج نفسه. ده بالنسبه للجزء. طب بما اني موصل طرفين السورس هنا على طرفين البرايمري، تمام، يبقى الكويل ده اسمه ايه؟ برايمري كويلز. يبقى ده قيمه الفي بي، البي ده اول حرف من كلمه برايمري. طيب بالنسبه للطرف الثاني ده هيبقى طرف الحمل او طرف الخارج اللي عندنا، فببدا ان انا اوصل بين طرفين من طرفين الافو وببدا ان انا اشغله. فبلاحظ في البدايه ان هو ار صفر. طب انا ايه الفرق ما بين الافو اللي هو لونه اسمر والافو الاولاني الديجيتال مالتي ميتر اللي هو لونه اصفر؟ ده عباره عن اوتو رينج ديجيتال مالتي ميتر، يعني القيم ديجيتال هتطلع لي فايت ارقام. اوتو رينج يعني ايه؟ يعني انا مش محتاج ان انا اظبطه هنا على رينج معين يقيس لي، مش محتاج ان انا احطه على 20 او على 200، هو هنا بيغير السكيل بتاعه اوتوماتيك داخلي. طب اول حاجه بحرك السلكتور بوقفه عند الجهد، بعد كده بلاحظ ان هنا ار صفر، لازم يقرا صفر لان الصفر هو هنا كده بيقرا دي سي. طب قيمه الدي سي بتاعت اي جهد متردد متغير بتبقى المتوسط بتاعه، فالمتوسط بتاع الاي هيبقى صفر. فانا بحتاج هنا ان انا اضغط على السلكتور بحيث ان هو طالما جالي الخط اللي هو المايل ده، ده كده معناه ان هو يقيس اي سي. تمام. وهلاقي ان القيمه 13. طب بنلاحظ حاجه، ان في هنا قيمه 15 وهنا القيمه 13، ليه ما طلعتليش نفس القيمه هنا؟ لان انا ضارب في واحد. يعني انا قانون المحول اللي هنستنتجه من قانون فرادي ان انا عندي عباره عن الجهد اللي خارج عباره عن التيرنز ريشيو، قيمه عدد اللفات بتاعت السكندري على عدد اللفات بتاعت البرايمري اللي هو الان اس على الان بي، مضروبه في جهد ايه؟ الفي بي اللي انا مطبقه. طب انا لما اضرب واحد في 15 و22 المفروض يطلع لي هنا 15 و22، بس ده في حاله لما يكون ده ايديال ترانسفورمر، وده في الواقع ما بيحصلش لان انا في عندي مجموعه من اللوسز بتحصل في المحاول. اول حاجه ايه هي؟ ان انا عندي لو انا مش مستخدم ايرن كور، تمام، فهيحصل ايه؟ فيحصل تشتت لخطوط الفيض. الصوت اللي حصل عندنا ده كده، ده المجال نفسه اللي عندي، ما انا عندي اول ما طبقت هنا جهد على الملفات ولد لي هنا ماجنتيك فلوكس، فحول لي الكور ده بعد ما كان حته حديد اصبح ان هو عباره عن مغناطيس. تمام. فلو انا مش مستخدم حديد فهيحصل تشتت لخطوط الفيض، فالحديد بيعمل لي كونسنتريشن، تمام، تركيز لخطوط الفيض بقدر الامكان، عمره ما هيعمل لي تركيز ليها بنسبه 100%. الحاجه الثانيه، النوع الثاني من اللوسز، ان يتكون لي هنا في جوه المحول ايدي كارنت. ببدا ان انا اقلل اللوسز ده ازاي؟ ان انا اعمله ليمينيتد، بس برضه عمره ما هيقللها لنسبه صفر. طيب الحاجه الثانيه ان انا عندي في باور ديسيبيتد في اي حراره، انا عندي ده عباره عن سلك لو ريزيستنس، فهيبقى في باور لوسز في الريزيستنس ده على هيئه ايه؟ هيت، اللي هي قيمتها بتكون اي تربيع في اور. تمام. برضو انا بستخدم هنا سلك من النحاس عشان مقاومته قليله فيقلل الباور لوسز دي بقدر الامكان. طيب فلقينا ان برضو مع ان احنا عاملين مستخدمين الثلاث حاجات دول والحاجات اللي بتقلل اللوسز، فلقينا برضو اللوسز دي عمرها ما تنزل ايه؟ نسبه صفر. فببدا بعد كده جبت ده الفي اس وده الفي بي، ببدا بعد كده عاوز اجيب الافشنسي نفسها عشان اشوف كفاءه الشكل ده نفسه بتاع الكور. بعمل ايه؟ بقوم جاي قاسم الفي بي الفي اس على الفي بي واضربها في 100. طب ده بالنسبه لاول شكل. تاني شكل بقوم جاي فاصل الرد الشكل اللي فوق ده بحيث ان انا احوله اليو شيبد، ف
فهنلاحظ ان ال 14 دي كانت 15 و2. قلت ليه ال 14 و2؟ لان زي ما الدخل بيأثر عشان يخلي لي الخارج موجود، فبرضه بيحصل تأثير عكسي من دايرة الخارج على الدخل، لان ده كله شغال في كلوز سيركت. فانا كل اللي عندي اسجل ان ده قيمة ال VB اللي هي 14.16%، وهنا قيمة ال VS في الحالة دي كانت 5.18%. فلاحظنا ان دي كانت 13، بدأت تقل في حالة اليو شيبد. برضو بقسم قيمة ال VS على قيمة ال VB واضربها في 100. بعد كده وممكن الامان عشان ما يحصلش اي شورت سيركت او اي حاجة، ببدأ ان نفصل المشترك عندنا في كل مرة لما بغير شكل الكور. الشكل اللي بعد كده الرود، ببدأ ان انا اخليه هو اللي يوصلي ما بين الملفين، وببدأ بعد كده ده نتيجة المغناطيس. فممكن ان انا ايه تمام، فببدأ الاحظ ان ده الفي بي، قيمة الفي بي 12.8 وهنا 3.24. فببدأ ان انا اسجل قيمة الفي اس في كل حالة. بعد كده بفصل وبقوم جاي شايل الرد خالص وابدأ اشغل اللي هنا موصل لي الاير بس. نلاحظ ان هنا 8.47%، نلاحظ ان الفي اس هنا اصبح 258 من 1000، يعني حوالي ربع فولت. فهنا نسبة اللوسز عالية، لان الوسط اللي هنا بينقل الماجنتيك فلوكس هو عبارة عن الهواء، وده اقل طبعا لما يكون عندي حديد او اي مادة تانية. فببدأ في كل حالة بقسم، بنعمل جدول بنسجل فيه قيم الفي اس وقيم الفي بي عند الاربع حالات، اول حالة الكلوزد واليو شيبد والرود والاير، ونبدأ ان احنا في كل شكل للكور بنبدأ ان احنا نسجل قيم الفي اس وقيم الفي بي، ونبدأ ان احنا نقسمهم على بعض عشان نجيب الافشنسي. نقسم الفي اس على الفي بي ونضربها في 100 ونشوف احسن شكل للكور. طبعا بالتجربة بنلاحظ ان شكل الكلوزد هو اعلى، وبعديه الرود، ثم اليو شيب، ثم الاير. شكرا.